السوق هو إطار تتخذ فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع والخدمات. يعني تطورنا شوية، ما عادش مكان جغرافي محصور ونبيه أنا وأنت، لا أصبح الآن شيء آخر. طيب، السوق هو العملية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار والكميات المتبادلة من السلع والخدمات المختلفة. السوق هو العملية، عملية إيش؟ هو العرض وهو الطلب التي يتم من خلالها تحديد الأسعار. تحديد الأسعار يتم من خلال إيش؟ تفاعل قوى العرض مع قوى الطلب، قوى العرض مع قوى الطلب. والكميات المتبادلة من السلع والخدمات، إذا الأسعار مرتفعة بيكون تبادل السلع قليل، وإذا الأسعار منخفضة بيكون تبادل السلع كبير، بيكون تبادل السلع كبير. وهذا نجي له في المستقبل إن شاء الله. السوق هو المكان الجغرافي أو الوسيلة أو مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى اتصال البائعين بالمشترين. كيف اتصالهم؟ ويتحدد فيها أسعار السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. المكان الجغرافي، أنا في اليمن ومنتج في الصين، والمنتج في الصين. اتصال بشكل مباشر. السوق هو المكان الجغرافي أو الوسيلة، وسيلة ما عادش يصلح مكان، أو مجموعة من الظروف، أو مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى اتصال البائعين بالمشترين، ويتحدد فيها أسعار السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. طيب، العوامل التي تحدد نطاق ونوع السوق. في عوامل تحدد إيش؟ نطاق، نطاق أو نوع السوق. عدد البائعين أو عدد المنتجين للسلعة أو الخدمة، عدد المشترين أو المستهلكين للسلعة أو الخدمة، درجة تجانس السلعة أو الخدمة المنتجة، درجة تجانسها السلعة أو الخدمة المنتجة، طبيعة السلعة ونوعها، حجمها أو وزنها قابلية للتخزين، مدى تشابه واختلاف العادات والتقاليد بين الشعوب. احنا تكلمنا أمس قلنا إيش؟ مجتمع ياكل ايش؟ لحم الخنزير، مجتمع ثاني محرم عنده محرم، المجتمعات الاسلاميه محرم لحم الخنزير. مدى الارتباط بين البائع والمشتري وسهوله الاتصال بينهما. العوائق المصطنعه التي تضعها الحكومات في وجه تدفق السلع والخدمات بين الدول. ما هي العوائق المصطنعه؟ فرض رسوم جمركية، فرض رسوم جمركية عالية، أو حصص. يقول استوردوا كم قمح، استوردوا 1000 طن قمح، ما استوردوش أكثر من كده، ولذا بيظل سعره في السوق مرتفع. لكن لما استوردوا 5 مليون طن إيش بيحصل؟ الكمية وفيرة، إذا السعر منخفض، السعر منخفض. أنواع هياكل الأسواق، أنواع هياكل أو هياكل الأسواق. أولاً، سوق المنافسة التامة، سوق منافسة تامة، وهي تلك السوق التي توفر فيها أربع خصائص تميزها عن سائر أشكال الأسواق الأخرى أو شروط لا بد من توفرها، والتي إن تخلف أحدها انتفى أن تكون السوق هي سوق منافسة تامة أو كاملة. شرط من الشروط هذا لو بطل أصبحت إيش؟ سوق غير منافسة تامة أو كاملة. وهذه الخصائص هي كثرة عدد البائعين والمشترين، فلا بد من وجود عدد كبير من المنتجين البائعين للسلعة أو الخدمة، وعدد كبير من المستهلكين المشترين للسلعة أو الخدمة، مع ضرورة نصيب كل منهم، نصيب كل منهم، كل من منهم نصيب من المستهلك ولا المنتج؟ الاثنين. ما يقدرش المنتج يسيطر على السوق، ولا المستهلك يقدر يسيطر على البضاعة أو السلع أو الخدمات. وبذلك تعتبر المنشأة أو المنتج في حالة سوق المنافسة التامة متلقيا للسعر،
متلبيا للسعر، يعني ما يقدرش يقول لك انا السعر، لا الاسواق متلقي له. ها؟ السعر سائد في السوق وليس صانعا للسعر. وليس صانعا. تجانس السلعه تجانسا تام. فالسلعه هنا متشابهه ومتجانسه تماما. بحيث يمكن احلال اي سلعه منها محل الاخرى في اشباع نفس الحاجه لدى المستهلك. في اشباع نفس الحاجة لدى المستهلك. حرية الدخول والخروج من السوق. حرية الدخول والخروج من السوق. ولذلك لعدم وجود أي حواجز أو قيود إدارية كانت أو قانونية أو اقتصادية تمنع منشأة جديدة من الدخول إلى السوق، أو منشأة قائمة من الخروج إلى السوق، أو مستهلك بطل كان يتسوق السوق هذا بطل يستهلك من السوق هذا، تحول إلى سوق آخر. العلم التام بأحوال السوق، المعلومات هنا شرط أساسي، معلومات أنه يكون في علم تام بكل أحوال السوق، كم السلع الموجودة فيه، أنواعها، المتجانسة منها، المختلفة منها، كل التفاصيل هذه يجب أن تكون متوفرة، حيث يشترط توافر كل كامل البيانات والمعلومات لدى جميع البائعين والمشترين، سواء بالثمن السائد او بامور اخرى تتعلق ببيع وشراء السلعه في السوق. وابتعد سوق المنافسه الكامله او التامه عن غيره في كونه في كون سعر السوق هو السعر الذي تتقاطع فيه منحنى الطلب لسلعه معينه مع منحنى العرض. يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض. يعني هذا الطلب وهذا العرض يتقاطعوا في نقطة معينة في السوق. ايش؟ المنافسة التامة أو الكاملة. ثانيا سوق الاحتكار. هو حالة من حالات السوق تتميز بوجود بائع واحد. بائع واحد. كما تتميز بعدم وجود بديل لما يقوم المحتكر المنتج بإنتاجه. والذي يقوم بالاستحواذ والسيطرة على جميع مخرجات صناعة معينة دون سواه. وذلك من خلال الشروط الثانية مثل ايش؟ مثل ايش يعني؟ هات لي مثال بالسلعة. هات لي مثال على السلعة. شركة مايكروسوفت محتكراها على مستوى العالم. هنا المحتكر سوق الاحتكار. هذا مثال سوق الاحتكار. وذلك بالشروط التالية: أن يكون هناك منتج واحد للسلعة أو الخدمة. منتج واحد. منتج واحد مايكروسوفت. ما في غيره. أن يقوم هذا المنتج ببيع سلعة ليس لها مثيل في السوق. ليس لها مثيل في السوق. عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة أو إلى السوق. وهنا يصبح المنتج المحتكر صانعاً للسعر. بعكس حالة إيش السوق؟ سوق المنافسة. سوق المنافسة التامة أو الكاملة. يتحكم في السعر ويكون شكل خط الإيراد المتوسط أو الثمن أو الطلب في حالة الاحتكار متجهاً من أعلى إلى أسفل. وهو يمثل انخفاض الإيراد المتوسط والثمن بزيادة عدد الوحدات. ويفرق البعض بين نوعين من الاحتكار: احتكار البيع واحتكار الشراء. احتكار البيع هو السوق الذي يتولى فيه منتج واحد بيع سلعة ليس لها مثيل في السوق. ليس لها مثيل في السوق. أما احتكار الشراء فيعني قيام مستهلك واحد بشراء سلعة ليس لها مثيل في السوق. ليس لها مثيل في السوق. وهناك نوع ثالث يعرف بالاحتكار المزدوج، ويقصد به السوق الذي يقوم فيه منتج واحد ببيع سلعة لا مثيل لها في السوق لمشتري واحد، أي يقف عندها محتكر البيع وجها لوجه أمام من محتكر الشراء.
كان معي وكيل شركة مايكروسوفت، فضل معي وكيل باليوم. ماشي طبيعي. حال الوكيل حقا. لا 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 لا، وكيل شغال عبارة عن إيش؟ عامل، عبارة عن موظف، ولكن بطريقة أخرى، مش بأجر بنسبة. لكن العامل أو الوكيل هذا اللي هذا يقدر يصنع المنتج حق مايكروسوفت. لا يصنع. ثالثا سوق المنافسة الاحتكارية. خصائص هذا السوق في مال وجود عدد كبير من المشترين وقلة من المنتجين والبائعين. تماثل السلعة مع شيء من التميز بينها، بمعنى عدم تماثل وحدات السلعة. حرية الدخول والخروج من السوق في الأجل الطويل. في الأجل الطويل، الأجل الطويل كم هو؟ سنة وأكثر. سنة وأكثر. يعتمد هذا النوع في ترويج بضاعته على إيش؟ الإعلان. على الإعلان اللي نشوفه على التلفزيون، إعلانات 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 إعلانات، ها؟ لمنتج إيش؟ احتكار. رابعا سوق احتكار القلة. يعني إيش إيش قلة؟ قلة بائعين، قلة منتجين، قلة مشتري. طيب، وهي سوق يتولى فيها عدد محدود من المنتجين بيع سلعة أو خدمات متماثلة أو متنوعة، يستأثر كل منها بنسبة كبيرة من الإنتاج والصناعة، ويؤثر بقراراته وسياساته الإنتاجية والتسويقية السعرية تأثيرا مباشرا لباقي المنتجين. زي مثلا منظمة أوبك. منظمة أوبك. طلبت الدول المصدرة للنفط. الدول المصدرة للنفط. هنا عندنا لخصنا خصائص الأسواق هذه وأشكالها. خصائص الأسواق وأشكالها. في السطر اللي فوق شكل السوق، المنافسة التامة، المنافسة الاحتكارية، احتكار القلة، الاحتكار التام. الخصائص في الجانب الأيمن للعمود الأيمن. عدد البائعين في المنافسة التامة يكون عددهم كبير جدا. في المنافسة الاحتكارية يكون كبير مش جدا. ها؟ احتكار القلة يكون عددهم قليل. كم عدد دول أوبك؟ فكروا في الموضوع وجيبوا قولوا لي. الاحتكار التام. عدد البائعين أو المنتجين واحد. واحد زي ما كروسوفت. متى تجانس السلعة؟ في سوق المنافسة التامة السلعة متجانسة، بينما في سوق المنافسة الاحتكارية غير متجانسة، وسوق احتكار القلة غير متجانسة، والاحتكار التام متجانسة. حرية الدخول والخروج من السوق في المنافسة التامة متوفرة، في المنافسة الاحتكارية صعبة. في المنافسة أو احتكار القلة صعبة جدا. في الاحتكار التام غير ممكنة، غير ممكنة. متى توفر المعلومة؟ في سوق المنافسة التامة المعلومات متوفرة. في سوق المنافسة الاحتكارية تعتمد على الدعاية والإعلان. في سوق احتكار القلة تعتمد على الدعاية والإعلان. في الاحتكار التام متوفرة، المعلومات متوفرة. مدى التعاون بين المنتجين أو البائعين؟ مدى التعاون بين البائعين؟ لا يوجد في المنافسة التامة. لا يوجد في المنافسة الاحتكارية. يوجد في احتكار القلة. لا ينطبق في الاحتكار التام. يعني إيش؟ مدى التعاون في تعاون ما بين إيش؟ البائعين أو المنتجين. البائعين أو المنتجين. هذا تلخيص. ليش لا لهيكل السوق؟ ننتقل إلى نظرية الطلب. نظرية الطلب. ما هو مفهوم الطلب؟ هو الكميات التي يكون المستهلك راغب، المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها من السلعة أو الخدمة عند مختلف الأثمان المفترض. لا.
مفهوم الطلب هو الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها من السلعة أو الخدمة عند مختلف الأثمان المفترضة. وهو الكميات المختلفة من سلعة ما التي يكون المستهلكين قادرين وراغبين في شرائها بالأسعار المتاحة في السوق وخلال فترة زمنية معينة. وبذلك يكون ركن الطلب هما الرغبة المدعمة بالقدرة على الشراء. الرغبة المدعمة الركن الثاني بالقدرة على الشراء. قدرة على الشراء. محددات الطلب. هناك عدد من العوامل التي تؤثر في الطلب أو الكميات التي يرغب الأفراد في شرائها من السلعة أو الخدمة. وهذه العوامل أو المحددات نوعان. أولاً العوامل والمحددات الكمية. يعني إيش كمية؟ كمية السلع. هي تلك التي يمكن قياسها كمية. نقول كذا وحدة. كذا كيلو. كذا طن. المهم لها تمييز كمية. وحدات نقدية أو عينية وتتمثل في الأكل السعر. طيب. وهو السعر الذي تباع به السلعة. فكلما ارتفع ثمن السلعة تنخفض الكمية التي يرغب المستهلك في شرائها منها. وكلما انخفض ثمن السلعة تزيد الكمية المطلوبة منها. داخل المستهلك نقول ما السعر هو الحالي. السعر لما يرتفع السعر كلما زاد السعر قل السعر زاد الطلب. ونقول انخفض السعر زاد الطلب. دخل المستهلك. زيادة دخل المستهلك تعني زيادة مقدرته الشرائية، وبالتالي تزيد الكمية التي يطلبها من السلعة أو الخدمة. والعكس إذا انخفض الدخل تقل قدرته الشرائية فيقلل من الكمية التي يطلبها من السلعة أو الخدمة. إذا العلاقة طردية. بينما العلاقة في السعر الثانية علاقة عكسية. أثمان السلع الأخرى المرتبطة بالسلع. السلع المكملة وهي التي تكمل بعضها البعض في الاستهلاك. فالعلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة المكملة لها علاقة عكسية سالبة. السلع البديلة وهي تلك السلع التي يمكن إحلالها محل أخرى. فثمن إحداها والكمية المطلوبة من الأخرى على علاقة طردية موجبة. إذن هذه كلها العوامل نقدر نقيسها سواء كان بالوحدات أو بالسعر أو بالثمن أو بالثمن. ثانيا العوامل المحددات النوعية هذه وهي المتغيرات والعوامل التي لا يمكن قياسها سواء بوحدات عينية أو نقدية وإنما يمكن توصيفها بوصية فقط كالعادات والتقاليد. العادات والتقاليد نقدر نقيسها إذا نوصفها بوصية. عادات وتقاليد سيئة. سلوك المستهلكين في منطقة ما أو شخص ما سلوكه سيء في الاستهلاك. ليش؟ لأنه مبتدئ. بينما سلوك شخص آخر سلوك إيش؟ ها؟ سلوك سمي. ليش؟ يعني ياخذ قدر حاجته
تعقدها.